تالين في ساحة كاتدرائية القديس بطرس. حضره مطران الروم الملكيين الكاثوليك في عين الجوز في شبعة جاورجيوس حداد وقادة الكتائب الدولية العاملة في القطاع الشرقي. قدم خلاله الجنود عروضا مميزة وتدريبات في فنون القتال والدفاع عن النفس بالسلاح الأبيض، حيث هبط الجنود بالحبال من حي إلى آخر، كما جرى هبوط مجوقل من رافعة عملاقة على علو عشرات الأمتار، واختتم الاحتفال بالنزول من أعلى سطح البناية بواسطة الحبال مستعملين السلاح لردع العدو. وتضمن البرنامج أكل الأفاعي، لكن بسبب برودة الطقس استبدلت الأفاعي بدجاجة حية.